حضر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية حفل منطقة الرفاع ضمن أولى احتفالات المحافظة الجنوبية البهيجة بالأعياد الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، والذكرى 47 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، وذلك يوم أمس في قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بمنطقة الرفاع. واشتمل الاحتفال على العديد من اللوحات والفقرات الفنية بالطابع التاريخي والتراثي العريق الذي يميز عادات وتقاليد مجتمع مدينة الرفاع، وتم عرض قصيدة تصويرية من ديوان الشاعر الشيخ خالد بن محمد بن عبد الله آل خليفة بإلقاء الشاعر يوسف بن محمد البفلاسة. كما كانت هناك معزوفات وطنية بمشاركة الفرقة الموسيقية للأمن العام بوزارة الداخلية، كما قدم عدد من الخيال عرضا مميزا ونادرا لفن حداء الخيل الذي تتميز به المنطقة منذ القدم. الكرم الجود في رفاع العز، حيا أهل وجه الطيبة، أنا حبيب عروقي من الرفاع وحبيب أنني ساكن فيها، وعيد الوطن بحرين الفخر والكرامة، خل الرفاع شمس ضوت على من حواليها، وسموك يا سليل المجد، وسموك يا سليل المجد، خليفة بن علي بن خليفة بن سلمان الخليفة، تقرت في هذا القلب مرباعة وظيفة، محافظنا وسندنا محافظنا وسندنا ووصالكم أملنا، والله يمد في عمركم الخير ويجعل قدركم كل فضاء كبير، ومن الفخر ومن الفخر ضيف الوفا سيل، ومن الفخر جاك الحدا والخير عز ومدى، واقبل حد الخير واقبل حد الخير. وشارك سمو محافظ المحافظة الجنوبية فن العرض البحرينية بمشاركة الأهالي وأعيان المنطقة في هذا الفن الذي يشكل طابعاً أساسياً لهوية المحافظة الجنوبية، احتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع. كما حضر الاحتفال عدد من أصحاب المعالي والسعادة، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والجهات الداعمة، وجمع من أهالي منطقة الرفاع. We'll be right back.